شكرا. اتفضل يا دكتور. هو في الاول هو الدكتور انور لما قال لي حضر محاضره في البلمور امبوليزم من اسبوعين كده قلت له تمام. فجيت من كام يوم بقول له انت عايز البلمور امبوليزم وايه؟ البلمور امبوليزم وظابط، بلمور امبوليزم وكيل نيابه، يعني حدد لي. قال لي لا انت البس لايف جاكيت وعوم، فانا هحاول اعوم بسرعه يعني. في الاول بدايتها كده البلمور امبوليزم محتاج هاي اندكس سسبشن لان الكلينيكال بيكشر بتاعته نون سبيسيفيك، وخصوصا لو بيشنت عنده ان اكسبليند شورتنس اوف بريث. دي اللي تشينجز اوف ريكومنديشن من 2014 2019. الموست بروميننت ان الريسكو ثرومبوليتيك ثيرابي خدت كلاس 1 في البيشنت روما نوت ديتيريوريتد هيمودايناميكالي، والسيرجيكال امبولوكتيم اور كاسيتر دايركت تريتمنت برضه خدت ريكومنديشن 2A عاليه شويه في الناس اللي هم ديتيريوريتد هيمودايناميكالي. يهمنا نعرف بس البريديسبوزنج فاكتور بسرعه ان في سترونج ريسك فاكتور وممكن حاجات ما ناخدش بالنا منها قوي زي الهوسبيتاليزيشن اوف هارت فيلير او اي فيب في اخر 3 شهور او المايوكارد انفارشن ذا بريفيوس 3 مانثس دول، والمودريت ريسك فاكتور زي بلاد ترانسفيوجن كونجست هارت فيلير او ريسبيراتوري فيلير حاجات كتير، والبوست بارتم بيريود والانفكشن والكانسر. الويك ريسك فاكتور زي الديابيتس والاوبيزيتي والبريجنانس. ده الهيمودايناميك كولابس اللي ممكن يحصل انبريدكتبل في الاكيوت بي ايل، ممكن يحصل من جاست ان يحصل رايت فنتريكولار اوفرلود لغايه لما يوصل لهيمو شوك وكولابس. وده الكولابس اللي حصل لمانشستر يونايتد كان انبريدكتبل برضه قصاد ليفربول 7-0. طيب ايه هو الديفينيشن اوف هيمودايناميك انستابيليتي اللي ده مهم في الريسك ستراتيفيكيشن؟ البيشنت عنده كاردياك اريست او اوبستراكتيف شوك. بصراحة الشوك تستلزم ان في براد بريشر تحت ال 90 وفي اند اورجان هايبرفيوجن، او يكون في بيرزيستنت هايبوتنشن او ضغط نقص اكثر من 40 ملم ميركوري واستمر اكثر من 15 دقيقه ومش متفسر بنيو اونست اريزميا او هايبوبرفيوجن. وده ريفايزد كلينيكال جينيفا كلينيكال بريدكشن اللي بستخدمها في الناس اللي هم لو انترميديت، اللي بتقسمهم ل 3 ليفل لو انترميديت وهاي او 2 ليفل سكور. بقول البلمونر امبوليزم ده لايكلي ولا ان لايكلي. ودي بارامتر الرايت فنتريكولار بريشر اوفرلود حضراتكم كلنا عارفينها، نمشي بس بسرعه. الريكومنديشن دايجنوزيس اول حاجه البيشنت طالما هيمودايناميك انستابيليتي زي ما احنا قلنا يبقى البيت سايد ايكو ممكن يقول لي البيشنت ده جاستيفاي اكسكلود الدايجنوزيس او يجاستيفاي تريتمنت وذ ثرومبوليتيك ثيرابي او لو في ايمرجنسي سي تي بالمونر انجيوجراف لو موجود. وطبعا لازم البيشنت ده يبقى انتي كواجولاتنت في الاول قبل ما اكمل الانفستيجيشن. لكن في عدم وجود الهيمودايناميك انستابيليتي باخد نفسي بقى عشان اقسم العينين دول اللو ولا انترميديت كلينيكال بروبابيليتي بالريفايز جينيفا سكور، ومع ان انا برضو ببتدي بالانتي كواجوليشن. الدي دايمر فايدته ان هو في الناس اللي لو او الانترميديت لو انا عملته ولقيته نيجاتيف، الناس اللي عندهم لو او الانترميديت ده بيقول لي خلاص ده مش بالمقبوليس بدل ما اعمل راديشن واعمل سي تي. والجديد في الجايد لاينز ان انا بستخدم الايج ادجستد كات اوف فاليو للناس اللي اكتر من 50 سنه. الدي دايمر ملوش كلينيكال يعني امبورتنس في الناس اللي عندهم هاي كلينيكال بروبابيليتي اللي ممكن يبقى نورمال في ناس دول. بالنسبه للسي تي بالمون انجيوجرافي ممكن ريكومند تو ريجكت الدايجنوزيس لو كانت نورمال في بيشنت عنده لوور انترميديت بروبابيليتي، وممكن تو اكسبت الدايجنوزيس لو هي فيها سيجمنتال اور بروكسيمال فيلينج ديفكت. طيب لو كان ممكن استخدمها لو كان واحد هاي كلينيكال بروبابيليتي وطلعت السي تي نيجاتيف بس الكلاس اوف ريكومنديشن بيقل شويه، السي تي فينوجرافي مش ريكومندد. طيب برضو في اللور ليمب كومبريشن التراسونوجرافي دي برضو ممكن استخدمها تو اكسبت الدايجنوز اوف بالمون امبوليزم لو شوينج بروكسيمال امبوليزم في الدي في في الدي في تي في بيشنت عنده كلينيكال سسبشن اوف بالمونري امبوليزم. وده الشارت اللي انا بعمله عشان احدد الريسك ستراتيفيكيشن للبيشنت دول فور مورتاليتي، بقسمهم بناء على الهيمودايناميك انستابيليتي وعلى الكلينيكال بارامتر اللي بيقولوا عليها بيزي وعلى الرايت فنتريكولار ديسفانكشن والاليفيتد كاردياك تروبونين. وجود الهيمودايناميك انستابيليتي ده خلاص هاي ريسك، فعدم وجودها يبقى انا غالبا انترميديت او لو. واشوف بعد كده لو انا عندي البيزي دي عاليه والرايت فنتريكولار فانكشن في ديسفانكشن يبقى ده انترميديت هاي، لو جاست بس ان البيزي بتاعت البيشنت ده عاليه يبقى ده انترميديت لو، لو مفيش حاجه خالص ده يبقى لو بروبابيليتي او لو ريسك. والاستراتيفيكيشن لازم اعمل بروجنوستيك اسيسمنت للبيشنت اللي عنده بالمور امبوليزم.
الاولاني لو البيشنت ده عنده هيموديناميك انستابيليتي ده اهم حاجه، عشان ده بتقول العيان ده هاي ريسك يبقى ده التريتمنت فيه اسرع. من غير هيموديناميك انستابيليتي فيرزر ريسك ستراتيفيكيشن انتو انترميديت اور لو ريسك كاتيجوري بالبيزي اللي احنا هنقولها دلوقتي. ده البيزي دي مجموعه من من البارامتر بحسبها وبيطلع لي في الاخر ارقام كلاس 3 و4 و5 دول هاي ريسك، او لو السمبليفايد فيرجن طالع اكتر من او يساوي 1 ده برضه هاي ريسك. طيب ريكومنديشن للتريتمنت بقى في الاكيوت فيز للناس الهاي ريسك بالمويمبوليزم، طبعا الانتي كواجوليشن دوز ام فراكشنيت هيبرين اس كلاس 1، السيستميك ثرومبوليتيك ثيرابي از ريكومندد فور بيشنت ويز هاي ريسك بي اي، وبعد كده سيرجيكال كان بي يوزد في البيشنت دول لو كان السيستميك ثرومبوليسيس از كونترا انديكيت. والثرومبوليتيك ثيرابي حضراتكم عارفين الستريبتوكينيز هو الموجود عندنا، وده ليه تو ريجيمين، في الاكسليتد ريجيمين وفي اليوجوال ريجيمين، ونبقى عارفين الكونترا انديكيشن. في دي الدوز بتاعت الانوكسابارين كلنا عارفينها والفوندابارينوكس برضو. طيب الهاي ريسك بعد كده لو البيشنت ده الثرومبوليتيك ثيرابي كونترا انديكيتد ممكن استخدم البيركوتينيا كاسيتر دايركت تريتمنت، بس الكلاس ريكومنديشن اقل شويه. الاكمو ممكن استخدمه ان كومبايند ويز سيرجيكال امبلوكتيم لو البيشنت عنده برمي امبوليزم وسيركيولاتوري فيلير ومش مستجيب للعلاج. طيب الناس اللي عندهم بقى انترميديت ولو يعني ما عندهمش هيموديناميك انستابيليتي ببتدي الانتي كواجوليشن وزود ديلي، وهنا مستحب ان انا استخدم اللو مولكولار ويت هيبرين او الفوندابارينوكس في البيشنت دول. لو هستخدم انتي كواجوليشن النيو اورال انتي كواجولانت بريفيرد اوفر الفيتامين كي في البيشنت دول. والنواك ار نوت ريكومندد في ثلاث حاجات، الناس اللي عندهم سيفير رينال امبيرمنت والناس اللي عندهم انتي فوسفوليبيد سندروم لان دول لازم ياخدوا وارفارين مش فيتامين كي مش نيو اورال، والناس اثناء البريجنانسي او اللاكتيشن. الريسكيو ثرومبوليتيك ثيرابي ريكومندد في الناس اللي عندهم هيمودايناميك ديتيريوريشن اون انتي كواجوليشن ثيرابي في ذيس كاتيجوري اوف بيشنت. طيب ده الالجوريزم البيشنت اللي بعمله للبيشنت اللي عنده هاي ريسك بالمر امبوليزم. لو في هيموديناميك انستابيليتي يبقى انا عندي بيت سايد ايكو، لو في رايت فينتريكولار ديس فانكشن يبقى على طول ادخل على السي تي، لو السي تي مش افيلبل انا كان جاستيفاي ان ده هاي ريسك بيشنت بغض النظر عن وجوده، موجوده بعمل سي تي عشان التاكيد، لو بوزيتيف يبقى تريت ات هاي ريسك. طيب لو الرايت فينتريكولار ديس فانكشن في عيان هيموديناميك انستابيليتي مش موجوده يبقى ده سيرش فور اذر كوزز اوف شوك اور انستابيليتي، ده مش بالمر امبوليزم. طيب لو البيشنت بقى هيموديناميك ستيبل يبقى اسس البروبابيليتي اوف بالمونر امبوليزم بالريفايز جينيفا سكور، لو هي هاي يبقى لازم اعمل سي تي بالمونر انجيوجرافي، دي بقى هتكونفيرم او تكسكلود البالمونر امبوليزم. لو البروبابيليتي طلعت لور انترميديت هتيجي هنا فايده الدي دايمر لان هو الجود نيجاتيف، لو نيجاتيف يبقى مش محتاج خلاص اعمل راديشن وسي تي، لكن لو بوزيتيف لازم ااكد بالسي تي بالمونر انجيوجرافي. ده المانجمنت استراتيجي، بيشنت جاي لي باكيوت بالمونر امبوليزم اشوف الانتي كواجوليت الاول وبعد كده اشوف الهيموديناميك انستابيليتي، موجوده يبقى ده هاي ريسك بيشنت وده ادميشن وهوسبيتالايز اللي هي ادميشن يعني، وودي ثرومبوليتيك ثيرابي. طيب طيب بيشنت ما عندوش هيموديناميك انستابيليتي يبقى انا هشوف الكلينيكال ساينز اوف بالمونري امبوليزم سيفيريتي اللي بنقول عليها بيزي، وبشوف الرايت فنتريكولار ديس فانكشن، لو واحد من الاثنين دول موجود يبقى ده انترميديت ريسك بيشنت، لو مفيش لا ده ولا ده يبقى دول ريسك. طيب الناس اللي خلاص الهاي ريسك احنا ريبر فيوجن تريتمنت وهنا بدنا سبورت. الانترميديت محتاج اعمل لهم ريستراتيفيكيشن لانترميديت هاي، ده لو كان في تروبونين بوزيتيف ورايت فنتريكولار ديس فانكشن، وده بعمل له مونيتورنج لانه ممكن يحتاج ريسكيو ريبر فيوجن زي ما احنا قلنا الكولابس اللي ممكن يحصل انبريدكتبل، لكن لو التروبونين نيجاتيف يبقى ده انترميديت لو بعمل له هوسبيتاليزيشن. الناس اللو ريسك اعمل لهم ديسشارج ما عدا لو كان في اذر كوز اوف هوسبيتاليزيشن او ما فيش سوشيال سبورت ان العيان ممكن يبقى او مكان قريب يجي تاني في المستشفى لو حصل ديتيريوريشن، ده بعمل له ادميشن. طيب نيجي بقى للديوريشن اللي بعد الاندكس كيس بالموري امبوليزم، هدي لمده قد ايه انتي كواجوليشن، قسموهم لناس وزاوت كانسر وبيشنت ويز كانسر. اللي وزاوت كانسر الثيرابيوتيك انديكيشن للناس دول اتليست 3 شهور تمام، ده كلاس 1 اي. طيب امتى ما اديش اكتر من 3 شهور؟ لو انا عندي ان الفيرست اتاك اوف بالمو امبوليزم كانت نتيجه ميجور ترانزيانت اور ريفرسبل ريسك فاكتور، في الحاله دي يكفي 3 شهور. والاكزامبل للميجور ريسك فاكتور ان يكون عين ميجور سيرجري وجنرال انستيزيا او كونفايند تو بيد لاكتر من 3 ايام او تروما وسفراكشر.
طيب مين الناس اللي المفروض اكستند الاورال انتي كوجوليشن اكتر من 3 شهور؟ اول حاجه لو ريكيرنت في تي اي، الثاني حاجه لو البيشنت عنده انتي فوسفولوبيد انتي بودي سندروم، بس هنا لازم هياخد فيتامين كي انتاجونس مش نوك. طيب مين ثاني برضو المفروض اكستند تريتمنت؟ لو بيشنت جالهم فيرست ايبيسود اوف بالمو امبوليزم از نو ايدنتيفايبل ريسك فاكتور، ده لازم ياخد بس كلاس 2 اي، او بيشنت حصل له فيرست بالمو امبوليزم ويز بيرزيستنت ريسك فاكتور غير الانتي فوسفوليبيد سندروم، او كان الفيرست اتاك دي نتيجه ماينور او ترانزيانت او ريفرسبل ريسك فاكتور زي الماينور سيرجري زي الاستروجين ثيرابي الكونتراسبشن البريجننسي، ده برضو ريكومندد بس كلاس 2 اي ان انا اكستند تريتمنت. انا قربت اخلص. وزود كانسر ممكن استخدم كاكستنشن. حاضر، ما انت برضو ضحكت عليا قلت لي 20 دقيقه وقللتهم يعني. فبدي الاكستندد تريتمنت ممكن ادي لو دوز من النيو اورال انتي كواجولانت الابيكسابان 2.5 مرتين في اليوم او ريفاروكسابان 10 ملي، ده بعد الثلاث شهور، دي مش الدوز اوف تريتمنت. ماشي، لو البيشنت ريفيوز انه ياخد اورال انتي كواجولانت او كانوت توليريت ممكن استخدم الاسبرين كبروفيلاكسيس. الناس ويز اكتيف كانسر لازم ادي لمده 6 شهور لو مولكولار ويت هيبرين، ده كلاس 2 اي، وممكن استخدم مكانه النيو اورال انتي كواجوليشن الايدوكسابان او ريفاروكسابان. الابيكسابان مالوش رول هنا بس اكسبت في الجاسترو انتستينال كانسر. البيشنت ويز اكتيف كانسر برضو ممكن الريكومنديشن ان اعمل اكستندد انتي كواجوليشن بعد 6 شهور لغايه لما او يعني انديفينيت او لغايه لما الكانسر از كيورد. وده الانديكيشن البيشنت لازم ياخد انديفينيت انتي كواجوليشن لو اكتيف كانسر وان اور مور بريفيوس ايبيسود اوف فينوس ثرومبو امبوليزم او الانتي فوسفوليبيد سندروم. شكرا.